بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع قال: حدثنا يحيى بن موسى أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني. هذا هو سبب ضعف الحديث، راوي ضعيف الحفظ عمر بن زيد الصنعاني، ولم يوافق ولم يتابع. أنا بالزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحر وثمنه. نهى عن أكل الحر لأنه ليس يعني من الصيد، ولا يجوز قتله ولا أكله، ليس من الصيد. ويظهر في كلام العلماء أنه ليس من الصيد، أنه إذا قتل هرا في داخل حدود الحرم فليست عليه فدية، ليست على قتله فدية، إلا ما جاء عن مالك رحمه الله أنه أي دابة إذا قتل سواء كان صيدا أو غير صيد. والإمام الشافعي رحمه الله هو من أهل الحجاز أو من أهل قريش وصاحب اللغة، يقول: العرب ما كانوا يسمون الصيد إلا ما يوكل. والآخرون قالوا: كل ما دب ودرج غير الإنسان وهو يكون صيدا، وهذا ليس بصحيح. فالذي يظهر أن الراجع فيها أنه ليس من الصيد قطعا، فلا يجوز قتله ولا أكله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، هذا الجزء نهى عن ثمنه معناه لا يجوز بيعه وشراءه. قد جاء عن جابر نفسه من طريق آخر في صحيح مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. فبذلك الجزء الثاني وهو له أو فيه حديث آخر في النهي عن أكل ثمنه معناه أخذا وإعطان، لا يجوز بيع السنور ولا اشتراؤه، لا يجوز بيعه فيأخذ ثمنه ولا يشتري فيعطي ثمنه. نهى عن ثمن السنور كما نهى عن اقتناء الكلب، إلا كما جاء يأتي في بعض الروايات إلا كلب صيد، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وقالوا الاقتناء يكون من غير طريق البيع والشراء، فإنه يأخذ الجرو من أطراف القرية ويربي ويدرب ويعلم ويكلم، هذا هو الذي يجوز له أن يأخذ. أما لو درب وباع لا يجوز أيضا، هذا قول أكثر العلماء. وقال بعضهم أنه يجوز، أن هذا الحديث الذي جاء نعم وفيه بعض الأدلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. عرفنا من التتبع من قول العلماء أنه إذا أطلق الغربة فقتل الحديث، وليس بصفة آخر أنه حسن أو شيء، كأنه يشير إلى ضعفه. وجاء بعده قال عمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه. ليس هو مجهول فقط، هو روى عنه أكثر من اثنان غير عبد الرزاق أيضا روى الراوي كما ذكروا، لكنه ضعفوه من حيث الحفظ، من حيث الحفظ ضعفوه. وإذا كان كما قال الترمذي وهو مجهول أو مقبول مستور، فعلى كل حال الضعف وارد عليه. مدار الحديث عليه فهو ضعيف في معنى نهي عن أكل الهرة، لكن معناه صحيح أنه لا يجوز أكله كما جاء في أدلة أخرى.
وعما ثمنه فجاء النهي عن ثمنه عن جابر النفسي من طريق غير أبي الزبير رضي الله رحمه الله. وقال وهذا حديث غريب. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال النسائي هذا حديث منكر. وقال المنذري في إسناد عمر بن الزيد الصنعاني قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير إلى آخره إلى كل حال. فالحديث ضعفه إلا أنه الحديث الذي جاء عن أبي الزبير عن جابر كذلك عن طريق عبيد الله بن عبد عبيد الله بن الجزري أيضا جاء عن جابر أن رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. ثم قال باب قال أخبرنا أبو كريب وهو محمد بن علاء بن كريب الهمداني أنه قال أخبرنا وكيع معروف عن حماد بن سلمة أنا بالمهزم أبو المهزم هكذا وقيل اسمه يزيد أو قيل اسمه عبد الرحمن بن سفيان أيا كان لكنه معروف بأبي المهزم أو مهزم هو مهزوم يعني اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة ابن الحجاج وضعفه والآخرون تركوه وكذبوه أيضا كذبوه فإذا يكون متروك الرواية والمتروك درجته بحيث لو جاء مثله أحد يوافقه في الرواية فلا يتقوى بمثله. فأنا بالمهزم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. عن أبي هريرة قال نهى أي عن أبي هريرة قال نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد إلا كلب الصيد. هذا الحديث في الحقيقة فيما يظهر والله أعلم أنه ضعيف لكنه حسنه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني وذكر له طريقا آخر غير طريق أبي مهزم وبذلك ليس تقوية لأبي المهزم من طريق آخر وحسن المعنى الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من وجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج ضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو الذي أخرجه الترمذي أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلب الصيد النسائي ولا يصح إسناده أيضا كما قال الترمذي رحمه الله. فتقويته ليس لأجل أبي المهزم يتقوى إنما هو من طرق أخرى له طريقان طريق النسائي وفيه راو ضعيف وطريق آخر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في العلل أيضا فقواه. على كل حال لو كان صح هذا الإسناد فيكون يعني على قول بعض العلماء أنه إذا كان كلبا مدربا مكلبا فجاز بيعه والأفضل نهى عن ثمن الكلب ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد. فقالوا الاقتناء ليس ينحصر في البيع والشراء أنت تأخذ الصغير وتكلبه وتدربه هذا هو الذي ينبغي القول به وهو أحوط الأقوال في الحقيقة ما الزجر أو ما العذاب الإثم الشديد عليه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص كل يوم من أجره من أجره قيراط. نعم. فالصحيح في هذا أنه البيع والشراء للكلب لا يصح إلا أنه في الأيام الأخيرة كادوا أن يتفقوا الكلاب البوليسية وغيرها لأنهم لا يقدرون الحصول عليها إلا عن طريق المدربين الذين ينفقون عليه وقتا ومالا كثيرا فأجازوا للمصلحة قد يكون هذا إن شاء الله جاهز إذا كان. أما كلب الصيد والله أعلم فينبغي التورع من بيعه وشرائه. باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال أخبرنا بكر بن مضر أن عبيد الله بن الزهر أن علي بن يزيد وهو الألهاني عبيد الله بن الزهر صدوق يزيد بن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد وهو ضعيف عن القاسم وهو لقبه كاو هكذا أنا أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن. القينة الجارية التي تكون مغنية قاسة أو التي تقين وتزين النساء
هذا العمل أيضا ربما يكون لأجل هذا سميت، لكن الأصل في القينة التي هي تغني جارية، وكانت المغنيات قيمتهن أو ثمنهن كان يزيد لأجل الغناء أو لفن الغناء. ولا تشتروهن ولا تعلموهن، لا تعلموهن يعني الغناء. ولا شك أن الغناء في الإسلام محرم إلا ما يكون من الأشعار التي يدل أو يكون معناه عفيفا، أو يكون ما يتعلق بالجهاد والحث على الجهاد وغيره. أما غيرها مما يكون ذكر النساء، وحتى بعضهم قد يصرح بالفجور وغيرها، وهذا لا شك أنه حرام. ولذلك ابن القيم رحمه الله في غاثة الأحفان يقول إن الغناء، نقل عن ابن مسعود بإسناد قال صح أنا إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، كذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هو الرجل يشتري الجارية ليغني له وللناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث المغنية التي تلهي الناس. ولا شك في أن الغناء ومثل هذه الأشياء التي يكون فيه ذكر الفجور والفسق والنساء والخمور وغيرها، هذه كانت ملهية طول الدهر، والتجربة شاهد للناس عامة وأمم تعرف تجربتها. ولذلك حرم الإسلام كل شيء يكون سببا عن التغفيل من ذكر الله تبارك وتعالى. ولا تعلمون ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا هذا الحديث بهذا السياق لم يصح، ضعيف، لكنه الآية وتفسيرها عن ابن مسعود هو الرجل يشتري المغنية، هذا صحيح ثابت عن عبد الله بن مسعود من قوله رضي الله عنه وليس مرفوعا. ويكون النهي عن اشتراء القينات وبيعهن لأجل أنها تغني وليس للخدمة، وهذا يكون منهيا عنه من الأدلة العامة، والحديث لفظه ضعيف. نعم. أي نعم، ابن حزم يجيز الغناء ويضعف الروايات حتى الذي جاء في البخاري الحرى والحرير والمعازف كلها على كل حال. ورد عليه هذا وأدلة كثيرة على كل حال تمنع الغناء الفاجر، ليس الغناء منه، قد يكون تسميه أنشيدة، تسميه حداء، الحداء الذي كانوا خاصة ينشد ما ينشط الجمل والإبل. ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجش رويدك رفقا بالقوارير، قال قتادة انظروا النبي صلى الله عليه وسلم سمى النساء قوارير، لو تكلم به أهدنا لتكلمتم فيه أنتم، يعني كيف كأنه يعني يشير إلى معنى لطيف رقيق ويشير إلى النساء. فالحاصل على كل حال هذه، وإذا كان كذلك بصوت ليس صوت الترقيق والترخيم أيضا هذه فيها تفاصيل، إذا كان الشعر أيضا يغني أحد بصوت يعني مرخم وتسمعه النساء وكذا قد يكون يعني سبب الفتنة، فهذا أيضا نهوا عنه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وحسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد، فلما مر عليه عمر رضي الله عنه نظر إليه شزرا فقال ألا ماذا ترى أو ماذا تقول، وأني أنشد هذا وفي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك أشعار فيها رجولة وشحامة والحث على الجهاد وغيرها. نعم. فكان وجاء في بعض روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب له المنبر، روايات السيرة أظن فيها يعني فيها انقطاع، لكنه كان ينسب له المنبر فكان ينشد الشعر.
وثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شاعر مشهور. نعم. وإن كان يذكر في الشعر كما ذكروا وهذا شيء من التجاوز الذي أجاز العلماء التشبيب في بداية الشعر يذكر حتى الخمور لو كانوا ذكروا أو ما يشير إليه، كذلك النساء الذي يسمى تشبيب ذكر النساء فهذا أجازوه استعمله العلماء طول. نعم. الآن حسان بن ثابت نفسه ما هو رضي الله عنه أفض ذات الأصابع فالجواء ويذكر الخمر، لا ذات الأصابع ليست مرأة ذات الأصابع، إنما ذات الأصابع هذه من أمكنة التي في الأردن وهذه رأيناها سبحان الله. أفض ذات الأصابع فالجواء إلى أذراء، أذراء إذن مكان هو مكان هنا، إلى أذراء منزلها خلاو وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدا هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء للشعشع التي قد طيمته وليس لدائه منها دواء، شعشع هي الخمر يقصده الخمر، للشعشع التي قد طيمته وليس لدائه منها دواء. وتطرق بعد ذلك إلى ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد بره الخفاء، ويقول هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف فخيركما فشركما لخيركما فداه إلى آخره، فإن أبي ووالده وعرضي. ابن القيم رحمه الله في نونيته ماذا في بدايته تذكرون شيء؟ ما تحفظون هذه الأشياء؟ نعم. لله زائرة بليل لم تخف، أسس العمير ومرصد السجاني، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. هذه بعن السعاد معروف، هذا بعن السعاد فقلب اليوم مطبول، متيم إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، حيفا ومقبلة. كنا قرأنا على الشيخ فقلنا هذه كلها يطيرون في الهواء، قال لا العرب حبهم كان حقيقة، قال ألا تعرف سبحان الله، كان من ذاك الوقت وقر في قلبي أنه حقيقة. يقول كان الناس أربدون رحل وكانوا يستخفون يوم ظانهم ويوم إقامتهم، إذا كان نفذ الماء والكلى هنا يبحثون، فالقبائل تنتقل إلى مكان آخر، وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، فكانت خيمة قبيلة خيمة قبيلة خيمة قبيلة. ففي هذه الحالة واحدة رائحة قد يكون ألق بها رائحة يبكي وراءه، هذه موجودة في العقال، هذه حقيقة العرب ما عندهم تسنو. فيقول حيفا ومقبلة عجزا ومدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق. هذا أيضا الحب النظيف العفيف كان يقول. نعم صحيح. يعني أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا أظافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الآلام مجهول إلى أهلك لها. نعم. ترمي الغيوب بعيني مفرد لحق إذا توقدت الحزان والميل، هذه أفضل باقي بعض الأشياء. في الأخير يقول أنه وقال كل صديق كنت آمله إنك يا ابن أبي سلمان مقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نعم. جائد؟ لا، الشيخ الهلالي رحمة الله عليه قال لي يوم سمعت وجاء ذكر بردة ما نضي شوية من هنا، يعني تحمضون لا بأس فيه، فقال لي هذا الخبيث لو ما كان أفسد من بعض أشعاره من أعلى الأشعار بردة للبوصيري، فبدأت أحفظ. نعم. أمن تذكر جيران بذي سلم، هذا من 40 سنة يمكن، الله كان حفظ كثير،
أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أظم فما لعينيك إذ قلتك له فما لقلبك إذ فما لعيني إذ قلت كففا همتا وما لقلبك إذ قلت استفق يهمي أيحسب الصدم أن الحب منكتم ما بين منسجم منها مضطرم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وظنن مثل البحار على خديك والعنم. البحار إيش هو؟ كنا بعض الإخوان كنا نتباحث يقول البحارات هذه إيش بحارات؟ فقالوا هذه أجمية وكذا. قلت لا، البحار في الحقيقة هذا النوع من الزهور ما يتفتق، يكون مثل الأسبوع الخفيف لكنه يكون مثل باذنجان اللون، والعنم نفسه بهذه الصورة. فيقول وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، أنت مريض مرض عادل يشهد بأنك تعشق، به عليك عدول الدمع والسقم أم تبكي وأنت مريض. نعم. وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك وأثبت الوجد خط أبرة وظنن مثل البهار على خديك والعنم. فالبهارات من البهار هذا، يعني هو أصله عربي في الحقيقة. نعم. وأما في العجم لهم أسماء أخرى، مسالحة يسمونه. الحاصل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان بالموسيقى فهذا أفجر وأفجر، ممنوع لا شك فيها. الحرى والحرير والمعازف، المعازف بهذا المعنى في الحقيقة، لا شك أن هذه كانت حتى المسلمون في الحقيقة الله المستعان من جملة ما يعني فسدت أحوالهم، فكان أول ما كثرت الجواري في الفتوحات، ثم الجواري كانت تعرف جميلات وكذا في الأندلس وهذه، وكانت تستورد، ثم بعد ذلك أوجدوا بالحقيقة أبدوا إبداعات عجيبة في الآلات العزف، حتى أنه قالوا أنه في زمن الأندلس كانوا قد كان بعضهم، من هو الذي اسمه معروف، أوجد معزفا إذا ضرب وترا الناس كلهم ينامون، ثم إذا أراد أن يوقظ يضرب وتر آخر. سبحان الله. فلا شك أنها مثل السحر يأثر على كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الشيء. الحقيقة ما يدخل ذكر الله تعالى وهذه الأشياء الفاجرة في قلب رجل واحد. نعم. ويقولون أن ابن حزم كان يحلل لكنه ما كان يسمع، كان أنه يتورى من هذا. هذا أيضا من الغريب، لكن وجدنا بعض مشايخ مصر قال أنا كان يدرسنا هنا، لكنه في قسم الله المستعان ما نسميه، وكان على كل حال في قسم ثقافة عامة وفكر مفكر. فيقول أنا ما أنام إلا على أغاني أم كلثوم. نعم. كان يقول قديم هذا، الله المستعان يا شيخ. نعم. باب ما جاء قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في يلي بن يزيد وضعفه وهو شامي على الهاني. ابن حبان يقول إذا اجتمع في إسناد عبيد الله بن الزهر وعلي بن زيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم، هكذا يقول هو، يعني كأنه إسناد مزور وضعيف على كل حال. نعم. فهذا الإسناد وإن كان ضعيفا إلا أن المعاني العامة أو أدلة عامة تحرم هذا الشيء وهذا الفعل من أقوال الصحابة وفتواهم، وقد يكون فتاوى الصحابة في التحليل والتحريم له معنى الرفع، لأن الصحابي ما حق ولا استقام أن يحلل أو يحرم شيئا إلا أن يكون له توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع.
قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني أنه قال أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال سمعت وأخبرني حوي بن عبد الله والمعافري أنا أبي عبد الرحمن الحبلي أنا أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق الله من فرق بين الوالدة وولديها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث الحقيقة ضعفوه لأجل الانقطاع بين أبي عبد الرحمن الحبلي وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولكن الأحاديث تدل عكس هذا أيضا أنه كانوا يستجيزون في زمن الخلفاء الراشدين بيع الجواري وولدها بالتفريق، يعني ليس في بيع شخص واحد أو في ملك شخص واحد، فكانوا يستجيزون في زمن أبي بكر وفي زمن أو في صدر من خلافة أبي عمر رضي الله عنه. فسمع جلبة، جاء في الرواية أن عمر رضي الله عنه سمع جلبة في السوق فقال يا يرفع انظر ماذا وراءك، فرجع يرفع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال جارية تباع أمها، فقال نادي لي الأنصار والمهاجرين فاجتمعوا، فقال ماذا عليكم وقد وصى الله، انظر هكذا يقول، وقد وصى الله عليكم ألا تفرقوا بين الجارية وبين ولديها، فمنع بيع أمهات الأولاد، منع بيع أمهات الأولاد. هذا عمر رضي الله عنه من جميع من جملة أعماله الذي اقتص به رضي الله عنه، فكان الناس امتنعوا، وهذا يدل على أنهم كانوا على قلب رجل واحد في طاعة أولياء الأمور في مصالح المسلمين، هو ما يحل الحرام ولا يحرم الحرام، إنما مشورة وإنما يعني للمصلحة، فقد يجوز لأمير المؤمنين أن يمنع الناس بالشيء المباح، أما بالشيء الواجب لا يجوز أن يمنع، لكن مباح يجوز لك أن تأخذ ويجوز لك أن لا تأخذ، ما هو كذا؟ فيمنع من جانب واحد فهذا لا يكون محللا للحرام. إنما أيضا لما جاء علي رضي الله عنه فقال اجتمع رأي ورأي عمر ألا تباع أمهات الأولاد، ثم رأيت أن تباع، فكان تباع في زمن علي رضي الله عنه، رواية صحيحة. الحديث هذا ضعيف على كل حال. قالوا إن هذا ما يعني محل الذين تعرفون أن شروح الحديث يشرح الشارح على فرض أنه لو كان صحيحا، فعلى هذا قالوا أن هذا محمول فيما في البيع والشراء والهبة، فإذا وهب إنسانا جارية فينبغي يهب معها ولدها أيضا سواء كانت بنتا أو ابنا، كذلك إذا باع. أما في الطلاق وغيرها تعرفون أن هذه مسائل معروفة، إذا كانت البنت مرأة يعني طلقت وتزوجت فلا تستحق الحضانة إلا إذا رضي الزوج الجديد، فيحصل التفريق وهذا وارد. ولذلك الحديث أولا ضعيف، ثانيا خصصوه بما إذا كان بالبيع أو الشراء والهبة للجواري. ثم قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وضعيف، ضعفوه وهو ضعيف فيما يظهر للانقطاع بين أبي عبد الرحمن الحبلي، وكذلك ضعف في حوي ابن عبد الله المعافري. نعم إيش هو الحديث هذا؟ هذا الحديث نفسه في أنا أذكر أنه صححه، لكنه الانقطاع حاصل بين أبي عبد الرحمن الحبلي وحيي وضعف حيي بن عبد الله المعافري، ما ندري وجه تحسينه إيش هو، تذكرون شيء؟ أظن في الإرواء موجود. نعم انظروا إذا كان عندكم شيء. ثم قال حدثنا الحسن ابن قزعة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم في الجامع السهل، لكن ما راجع عنه أو رجع عنه، أنا أذكر أنه من المراجعات حصل هذا أنه تراجع عنه. قال حدثنا الحسن بن قزعة جزاك الله خير، بس حققوا وغدا يكون إن شاء الله إذا قدر الله الأمر واضح إن شاء الله، حققوا أنه لماذا صححها أو حسن.
قال حدثنا الحسن بن قزعة أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج وابن أرطاة صدوق كثير الخطأ عن الحكم بن ميمون أبي شبيب صدوق إلا أنه لم يلقى عليا رضي الله عنه ويروي عن علي حكم عن ميمون حكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب ميمون بن أبي شبيب صدوق في ذاته إلا أنه لم يلقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن شرط الصحيح أن يكون متصلا ففقد شرط الاتصال. قال وهب لي علي رضي الله عنه يقول وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده. لأجل هذا وهناك حديث ثالث أيضا أذكر أنه كان صححه أو حسنه لا شيخ الألباني ترون. وهنا قصة لقيقة من فرق وهنا قصة أخرى فقالوا أنه شاهد له شاهد له أظن هو هذا السبب الذي أنا أذكر لكنه منظر مراجعات أيضا. نعم قال أبو عيسى لكنه لا يكون حراما بمعنى يعني بهذا الوعيد من فرق بين الوالدة وولدها لو كان هكذا لكان أبو بكر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تباع الجواري هكذا وأبو بكر ما كان ليقر وما هو الصحابة على بيع أمهات الأولاد تفريق الجواري. لما جاء عمر رضي الله عنه هذا نفسه دليل على جوازه فيكون الحديث في هذا الضعف ومع الضعف قد يكون منكرا والله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والغريب يعني ليس له إلا إسناد واحد كأنه يقول لكنه حسن بمعنى أنه يكون قوية الروايات يكونون أو الرواة يكونون ثقات أو صدوقين وفيه لا شك إذا قلت رجاله الحكم الدقيق على هذا الإسناد رجاله ما بين ثقات وصدوق إلا أن فيه علة الانقطاع أو رجاله ثقات فإذا حسن بهذا المعنى لعله يكون سماه الترمذي إلا أنه إذا كان انقطاع لا شك أنه مهما كان الرجال ثقات فالانقطاع شرط من شرط لعدم الانقطاع شرط لصحة الحديث والانقطاع علة في تضعيفه أو سبب في تضعيف الحديث. فيقول وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا بين المولدات الذين هكذا قال بين المولدين الذين ومولدات الذين ولدوا عندكم نسخة أخرى بين المولدات الذين ولدوا هكذا أي ولدنا في أرض الإسلام والقول الأول وأصح وروي والقول الأول وأصح كأنه يقول رخص بعض أهل العلم في التفريق وعدم التفريق هو الأصح هكذا لا يباع ولا يفرق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك قال إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت فرضيت. لا شك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تؤخذ أفراخ الطير مو كذا لما أخذوا وكانت ترفرف عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إلى عشاشها فكيف لا شك أنه أرحم بالناس أكثر. فهذا المعنى هو ليس معناه للتحريم إلا أن الأفضل والله أعلم أنه على قدر ما يستطيع الإنسان لا يفرق بين الوالدة وولدها. نعم وكثير من الناس يصبر على امرأة سيئات الخلق لأجل ولدها أيضا تقول الأولاد يضيعون وكذا وهذا المعنى ينبغي أن يشيع بين المسلمين يكون أفضل لكن التحريم بالنظر بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر والصحابة متوافرون لا يقال إنه حرام وارتكبوا حرام. نعم نعم يعني هو هذا ينافي رحمة الإسلام لكنه أشياء قد يكون
الآن نفسها الجواري والأولاد في الغزوة، وأنت على كل حال إذا فتح الله عليك وعلى المسلمين، فربما ولدها انفصل وأمها سبيت، أليس هذه تكون سبيا جازا أن تكون عندك وولدها؟ فهناك على كل حال هذه الأدلة تدل على أنه ليس حراما، وكما تموت المرأة الأم والولد وكذا يكون تفرق، فلا بد أن تصبر أو يصبر. نعم، فالتحليل والتحريم يحتاج إلى حديث واضح لا بد فيها. نعم. يقول هنا أيضا من كذلك قال هنا الشوكاني له كلام رحمة الله عليه، وفي قال الشافعي وقد اختلف في انعقاد البيع، يعني إذا كان باع، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع كذا في وكذا في غير البيع كالهبة. قال الشوكاني في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر أن الإمام يحيى، يعني في مذهب الزيدية، أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، وقد اختلف في انعقاد البيع، وذهب الشافعي إلى أنه لا يناقض، وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعي أنه يناقض البيع، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن، وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. أما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية، يعني الأخ، هناك حديث ضعيف أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولديه وبين الأخ وأخيه. هذا كله في الحقيقة لم يصح في هذا الباب، فالقول بأنه يكون التحريم مبنيا على حديث لم يصح ليس يستقيم. نعم، وهناك كلام طويل في هذا الباب يمكن أن تنظروا إن شاء الله. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد ويستغله، أي يستعمله ويربح فيه أو يأخذ منه الغلة ثم يجد به عيبا، ماذا يفعل؟ في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال: هذا يدخل في كل شيء أو في كل متاع اشتراه ففيه وجد عيبا، فخيار العيب هذا معروف، ما خيار الشرط وغيره خيار العيب، إذا ظهر العيب وكان العيب قبل الشراء، فلذلك التدليس لا يجوز، والغش لا يجوز، يجب أن يخبر أن به أو أن بها عيبا، فإذا كان ظهر العيب فيما بعد فله حكمه. من حتى المسرات، مر بنا من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساعة من تمر. فخيار العيب يعني ماذا يفعل؟ قال: حدثنا محمد المثنى أنه قال: حدثنا عثمان ابن عمر، عثمان ابن عمر ابن فارس العبدي، أخطى هذا، وأبي واو، هذا واو عطف، لكنه في اتباع ضمها ما رأى وخطأ، واو عطف هذا، عثمان ابن عمر، وهو عثمان ابن عمر ابن فارس العبدي، وأبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك ابن عمر أبو عامر العقدي، يعني يكون لمحمد المثنى هنا شيخان، عثمان ابن عمر ابن فارس وأبو عامر العقدي، كلاهما يروي عن ابن أبي ذيب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب الفقيه، عن مخلد ابن خفاف، مخلد ابن خفاف وهو مستور أو مقبول، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان، الخراج أي ما استغله وما استفاد وما خرج منه من الربح فهو مقابل باء للعوض أو باء بمعنى البدل، فهو بدل الضمان. ما معنى هذا؟ والحديث جاء من طرق أخرى أيضا وهو موجود في كلام الفقهاء ومستعمل ومستدل به، وهو حديث حسن أو صحيح.
فالخراج بالضمان يعني اشترى عبدا فوجد فيه عيبا، فإذا كان هذا العيب لأجل هذا العيب يجوز أن يرده، لكن لا يقول أن ثلاثة أيام أربعة أيام أنت استفدت منه، كان يتكسب لك أو استخدمته، جيب لي بدلها أو آتني بدل هذه الخدمة. لا يجوز أن يقول. لماذا؟ لأنه لو كان تلف مات العبد في هذه الأثناء قبل الرد، فيكون موته وضياؤه يكون في حق المشتري، فلما كان هو يخسر فهنا يربح أيضا إذا كان باقيا سليما فيرده لا مقابل له، لأن كان به عيبا وأنت دلست وأخفيت عيب هذه السلعة، فأنت الذي تتحمل. فالخراج أي ما استغله وما استفاد منه وما استخدمه كله يكون بدل ما إذا تلف إذا مات أو كذا، فيكون موتا في من حق المشتري. فما دام كان هذا عليه بهذه الصورة يخسر فيربح ما ربح، فهو بملكي، لا يجوز للبائع الذي يرد إليه أن يطلب بدله. الخراج بالضمان، وهذا يعني قضى به الفقهاء القضاة الإسلام أيضا شريح وغيرهم، وفي هذا الباب كتاب مهم جدا أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لابن طلحة، وكذلك لوكيع بن خلف أخبار القضاة. نعم، تنظرون فيها إن شاء الله. قال الطيبي رحمه الله: بالضمان متعلقة بمعذوف تقديرها الخراج، مستحق بالضمان أي بسببه، وقيل الباء للمقابلة، والمضاف محذوف أي منافع البيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومونته، ما دام كان يطعمه ويكسوه إلى آخره، ولو استغله واستفاد منه أو تكسب وجاء له بشيء، فهذا كله بدل لو كان تلفا فكان ضامنا هو. نعم. قوله ثم بعد ذلك قال: وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وأخرجه الترمذي بعد هذا بسند آخر صححه. يأتي الحديث. وقال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القتان. قال: حدثنا. الحديث الثاني هو هذا. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عمر بن علي بن مقدم المقدمي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، في الظاهر ثقات أثبات بالاتصال واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة رضي الله رحمه الله. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم وخالد الزنجي هذا الحديث عن هشام ابن عروة، يعني متابعا لعمر ابن علي المقدمي، لأن عمر بن علي المقدم يروي عن هشام. وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير أي جرير بن عبد الحميد عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة، لكنه بجانب الأحاديث يقويه جاز الاستشهاد به. وقال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك من مال المشتري، لا يجوز للمشتري أن يرجع إلى ولو كان به عيبا يرجع إلى البائع، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. خراج بالضمان، فلعلك تأتي وتقول أن هذا الحديث يخالف ما جاء في حديث المصرات، ما هو كذا؟ حديث المصرات أنه يعني من اشترى شاة محفلة أو مصرات، فلماذا يرد ساعة من تمر
نقول هذه أصول خاصة، كل حديث أصل. والفرق بين أهل الرأي وأهل الحديث أنهم ينزلون كل حديث مثل قاعدة عامة، الواقع إذا وقعت في مثل هذا فيكون له حكم، أما في مسائل أخرى غير منصوص عليها يكون القاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. نعم. قاعدة إيش؟ أين الغنم والغرم؟ إنه غنمه وعليه غرمه. نعم، يأتي الظاهر قريبا من هذا المعنى. نعم. قال أبو عيسى: واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي المقدم، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. لماذا يعني استغرب؟ لعله رأى أن هذا ليس من رواية عمر بن علي، لكنه الترمذي رحمه الله أيضا كأنه لما سمع من شيخه هذا الكلام أتى بما يشهد له ويقويه. فعمر بن علي بن مقدم المقدمي لو كان هو المنفرد والحديث كان غريبا مداره عليه كان يأتي كلام الإمام البخاري رحمه الله أنه ليس لم يسمع هذا الحديث منه أو شيء من هذا النوع. فقال: رواه خالد الزنجي وكذلك حديث جرير، كل هؤلاء يشهد بعضهم لبعض ويقويه فيكون الحديث صحيحا، وهو على قاعدة وصول الحديث صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي صدوق فيه ضعف أو صدوق فيه يهم كثيرا، جاء فيه لكنه إن شاء الله له متابعات. عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وهو ثقة، أخوه عبد الله هو الضعيف، النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، ولا يتخذ خبنة، الخبنة أي لا يجمع في طرف ثوبه ويحمله، يأكل ما يأكل إذا مر ببستان. هذا الحديث كذلك جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة، أو بهذا اللفظ جاء في حديث بلفظ آخر. نعم، ومن اتخذ خبنة فعليه اللفظ غرامة أظن جاءت. نعم. وبعضهم قالوا فعليه غرامة وعليه التعزير أيضا. قال: وفي الباب، لكن الحديث جاء فيه إذا كان محتاجا أو غير محتاج، بعضهم قال إذا كان محتاج جاز له أن يأكل ولكنه لا يحمل، وبعضهم قال حتى لو كان أراد التفكه ومر بالبستان بشرط لا يكون بستان مغلق بابه مسورا بالسور فلا يقفز ولا يدخل، وهذا معروف على كل حال إذا كان محصنا لا يجوز أن يدخل، لكن إذا كان مفتوحا فيجوز له أن يأكل على قدر ما يشتهي لكنه لا يحمل منه شيئا للمستقبل أو لأهل بيته. نعم. ولا يتخذ خبنة، لفظ الحديث الذي جاء في من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، فمن جاء فيه لفظ أنا أذكر أنه نعم لفظ خبنة جاء، لكنه فمن خرج منه بشيء فعليه غرامة، فمن خرج منه بشيء فعليه غرامة، لفظ الحديث ما ذكر هنا، لكنه قالوا بدأوا يقولون لا يحل مع امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، قالوا لا يجوز، لكن إذا كان العرف في الحقيقة هناك في البلاد أنه قد يكون عرف إذا كان الموسم يا رسول الله فالتمر يصابه من أفي أكمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أيوة ليس على أكل ليس على أكل سبيل ليس على آكل سبيل، من اتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن آوى بعد ما آوى إلى مربد أو جرين، لفظ جرين أيضا جاء في حديث آخر، أو كسر عنها بابا
فبلغ ما يأخذ ثمر المجن فعليه القتل بعدما آواه الجرين أو يكون مغلقا عليه الباب وكسر الباب قتل، هذا صارت سرقة، هذا صارت سرقة فعليه القتل. أما إذا اتخذ خبنة فغرم مثل ثمنها عليه غرامة ووقب تعزيرا. فهذا الحديث له طرق من هذا المعنى. لا أئمتنا رحمة الله فبدأوا يقولون أن هذا لابن السبيل الذي قد انقطع به انقطعت به الحاجة ولا يمكن، وذهبت عنه دراهمه لا يمكن أن يشتري ولا عنده شيء، فخاص بابن السبيل. نعم، ومن خرج عليه بشيء فعليه غرامة. نعم، وليس فيه وعوقبا والعقوبة. نعم، فإذا العقوبة ظاهر تعزير وليس القطع، إنما القطع إذا كان في الحرز كما قال، لأن هذا ليس من الحرز. فمن كسر الباب أو آواه الجرين هنا يكون مثل شيطان، مثل الشيطان الذي جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فالحاصل على كل حال إن شاء الله إذا أكل ولو تفكها وليس احتياجا إن شاء الله، إذا كان البستان مفتوح فجاز له، لكنه لا يجوز أن يجمع ويخرج بشيء منه. خلاصة الكلام في هذا إن شاء الله هذا هو. نعم، ثم قال هنا باب ما جاء في النهي عن ثنيا. قالوا الثنيا، وحتى أذكر أنه في غريب، قال وفي الباب، قال هذا حديث غريب، لا قال هذا حديث حسن، لا لا هنا. نعم، ولا يتخذ خبنة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن الشرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم، ذكر عن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود في اللقطة والنسائي في الزكاة وابن ماجه والترمذي في هذا الباب، وهي أسانيد هي بعضها صحيح. وعباد بن شرحبيل أخرجه أبو داود بن ماجه، ورافع بن عمرو الغفاري أخرجه أبو داود بن ماجه، وعمير مولى أبي اللحم. كل هذه يقويها ويزيد يعني قوتنا على قوة، فالحديث صحيح. نعم إن شاء الله. ثم قال حدثنا هذا الثالث، انظروا عمرو بن قال أبو يوسف حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلا من حديث يحيى بن سليم، وهو فيه بعض الضعف كما ذكرت لكم. وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن. نعم، ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن ابن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، الثمر أو الثمر المعلق أو الثمر المعلق هكذا، قال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن هكذا قال. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي ثقة، قال حدثنا الفضل بن موسى والصيناني ثقة، عن صالح بن أبي جبير، صالح بن أبي جبير هذا مجهول، عن أبيه أيضا أبو جبير قال أنه مجهول، عن رافع بن عمر قال كنت أرمي نخل الأنصاري، كنت أرمي كأنه يرمي فيه ليسقط بعض الثمار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع، قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولو كان صح هذا الحديث كان يقول حتى في حالة الجوع يعني لا يأكل إلا ما وقع. والظاهر والله أعلم يعني المسألة ترجع إلى العرف أيضا، إذا كان العرف لا يجيز ويحرم شيء فقد يكون له حكم والله أعلم، إلا إذا أحيا عرفا
عرف المدينة، عرف عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمرون ويأكلون ولا يمكن لا يكون عليهم فيه غرامة والله أعلم. نعم، فالله المستعان. ولذلك جاء الاختلاف بين العلماء، قالوا لا يجوز إلا بإذن، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه أو كان محتاجا أو كان محتاجا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجوع قال لا ترمي، الذي يظهر والله أعلم إذا كان محتاجا جائعا جوعا شديدا جاز له إن شاء الله أن يأخذ ولو بالرمي على قدر ما يسد به رمقه. نعم. ثم قال باب ما جاء في النهي عن الثنية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال باب ما جاء في النهي عن الثنية، وقيل أنه ثنية أيضا على وزن الثريا هكذا، والمقصود منه أن يستثني شيئا غير معين. فالنهي يأتي يبيع الشيء أو يبيع مجموعة الشيء ويبيع ويستثني منه واحد أو اثنين غير مسمى، فهذا لا يجوز النهي عن الثنية. لكن إذا استثنى فمعلوما جانبا معلوما من البستان إلا أربعة أشجار من الجهة كذا وكذا فهذا جائز إن شاء الله. قال حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام أنه قال أخبرنا سفيان ابن حسين. هذا سفيان ابن حسين ثقة، إلا أن رواياته عن الزهري فيه بعض الضعف لعلكم تعرفون. نعم. وأما هنا فروايته عن غير الزهري فإذن حديثه صحيح. عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، هو عطاء بن أبي رباح ليس الخراساني، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. المحاقلة أي بيع، يأتي تفسيرها وقد مضى أيضا، وهو أنه يبيع الزرع قبل إيش اللفظ الذي جاء فيه، قبل أن يدرك، قبل أن يدرك أو قبل ما ينضج، فلا يجوز لأنه في هذه الحالة إذا تلف يتلف كله، فلا يبيع إلا إذا كان قد اشتد حبه كما جاء في الروايات الأخرى. والمزابنة أيضا، المزابنة أن يكون يبيع، تفسيره ماذا مضى فيه، مزابنة أنه يبيع من على الثمر من تمر جاف. نعم، التمر بالرطب، لكنه جاز كما جاء في الأحاديث الأخرى فيما دون خمسة أوسق، لا يجوز التجارة، إنما هو لأجل التفكه وأكل الرطب، فيبيع ما على رؤوس النخل تقديرا، الرطب هذا يقدر بكذا، إذا جف يعني أربعة أوسق أو خمسة أوسق، فيعطي صاحب التمر الجاف صاحب الشجر فيترتب ويأكل رطبا ويأتيه بدره، جاز على قدر الأكل ليس للتجارة. نعم. فالمزابنة والمخابرة نفس الشيء، بمعنى أنه يبيع الأرض، يبيع الزرع قبل أن تدرك، يكون قائما السنبلة لم يدرك ولم يتشد حبه فلا يجوز. وقيل المخابرة أنه يعطي الأرض ببعض جزء منها، أن يبيع أحد فيقول جزء منك جزء منها لك وجزء منها لي، ألا ما يتفقون؟ هذا كان في أول الأمر منهيا لما كان الناس بحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في روايات: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخيها ولا يكريها، لا يكريها. فكان منهيا في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاز كما جاء في حديث رافع بن خديج نفسه. نعم. ونهى عن الثنية أي يستثني شيئا مجهولا إلا أن تعلم، إذا كانت المستثنات معلومة، إذا كانت أشجار، إذا كانت الجهات أو كذا، بأي شيء يكون حتى لا يكون مثار خلاف بين المسلمين. نعم.
ثم قال باب ما جاء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثنيا إلا أيضا بزيادة إلا أن تعلم. نعم. ثم قال باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. ما معنى يستوفيه؟ فسروه بمعنى يقبضه. إذا كان يشتري الطعام فالقبض يكون بأي شيء، هل ينقله إلى مكانه؟ هذا مسألة، هذه مسألة، لا تبيع شيئا حيث اشتريته حتى ينقله الناس إلى أمكنتهم، أو بمعنى يقبضه أي يجري فيه الساعيان أو ساعان.